يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. قال: والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالف قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال جل وعز وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وفي رواية: يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي الرواية الثانية: فهو أحد الكاذبين. هذا الحديث قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال: حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما قال، يعني سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك، أي الأثر الذي سبق ذكره، وهو: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. كنا بدأنا في درس ماض الكلام على ما يراه الإمام مسلم رحمه الله من أنه يجب أن يقتصر على رواية ما صح من الحديث، وأما رواية الحديث المطعون فيه بتهمة أو بفحش خطأ فإنه لا يرى ولا يجيز روايته، كما أنه رحمه الله لا يرى رواية أهل البدع، لأنه أشار فيما مضى إلى أن المتهمين أو المعاندين من أهل البدع أنه لا ينبغي أن يروى عنهم. وأما مسألة المتهمين بالكذب أو الضعفاء فلا بأس أن يروى عنهم إذا كان الغرض من ذلك تبيين ضعفهم، والغرض من ذلك بيان ما أخطأوا فيه،
وعلى ذلك قامت كتب العلل، وعلى ذلك قامت الكتب التي ألفت في الضعفاء حيث يذكرون الراوي ويبينون علته من حيث الضعف أو التهمة، ثم يسوقون الأخبار التي رواها ليعرفها الناس ويكتشفونها ولا يحتجوا بها. أما رواية المتهم بالكذب أو من ضعف، فهذا الذي عليه الإمام مسلم رحمه الله أنه لا يرى روايته يعني في معرض الاحتجاج، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقبل خبر الفاسق، والفاسق يعني هو مطعون العدالة، والراوي إذا كان مطعون العدالة لا تقبل روايته. واستدل بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي لا تقبلوا منه الخبر، وعليكم أن تتحققوا وأن تتحروا. فإذا ثبت صدقه من خلال موافقة الآخرين له فلا بأس بقبول خبره، لكن هل الاعتماد في ذلك عليه أو على غيره؟ الذي عليه المحدثون أن الخبر إذا ثبت من طريق عدل فإنه لا يلتفت إلى طريق المتهم، وموافقته ومخالفته على حد سواء، ليس لها اعتبار وليس لها وجود، ولهذا يقتصرون على قبول رواية العدل. أما غير العدل فلا يقبلون روايته بل يردونها، فإن وفقت من قبل الثقات عملوا بروايات الثقات وأهملوا رواية غير العدل كأنها لم تكن، إلا إذا كان الراوي يعني عدلا لكنه سيء الحفظ، فعندئذ تقبل روايته على سبيل الاعتبار وعلى سبيل المتابعة، وأن روايته تصلح للاحتجاج مجتمعة مع روايات غيره. قال: لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا الحكم علق بالفاسق، والفاسق المراد به المطعون العدالة، ومفهومه أنه إن لم يكن فاسقا بأن كان عدلا أي فاقبلوا خبره. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وهذا بمثابة التعليل، أي لا تقبلوا خبره مطلقا كي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني على ما فعلتم من إصابة القوم بجهالة نادمين على ما ارتكبتم بناء على خبر الفاسق الذي لم يكن موافقا ومطابقا للواقع. فهذه الآية فيها دلالة صريحة على رد خبر الفاسق والتبين فيه وعدم قبوله، إلا إذا ترجح عندنا أن هذا الخبر قد ثبت من أهل العدالة وممن يتلقى خبره، لأن مفهوم هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ مفهومه أنه إن جاءكم عدل بنبأ فاقبلوا، كما أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وتبينوا بمعنى تثبتوا، يعني كما يقول وزنا ومعنى، تبينوا بمعنى تثبتوا. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء، وهذا جاء في آية الدين في قوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
وقوله ترضون من الشهداء يعني تقبلونهم، ومعلوم أنه لا يقبل في الشهادة إلا من كان عدلا كما قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، ومفهومه أنهم إذا لم يكونا عدلين فلا تقبل شهادتهم، هذا معنى قوله ممن ترضون من الشهداء. وهنا يشير الإمام مسلم رحمه الله إلى أن الآية جاءت في سياق الشهادة، والرواية والشهادة يجمعهما معنى كبير، يعني يتماثلان ويتشابهان ويلتقيان في كثير من الأحكام، وما يجري في الشهادة يجري في الرواية. قال ممن ترضون من الشهداء، وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، وذوي عدل يعني صاحبي عدالة، ومفهومه أن من لم يكن عدلا لا يصلح لأن يكون شهيدا. قال فدل بما ذكرنا من هذه الآية، يعني الآيات الثلاثة، الآية جمع آية، أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، يعني ساقط مردود لا يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بألا نأخذ خبر الفاسق، وأن شهادة غير العدل مردودة لقوله وأشهدوا ذوي عدل، ولقوله ممن ترضون من الشهداء، ومفهومه أن من لم ترضوه في الشهادة لا تقبلوا شهادته. وهنا الإمام مسلم رحمه الله استدل بآيات الشهادة على الرواية، وهو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم بأن الشهادة والرواية يتوافقان في كثير من الأحكام، وتنفرد الشهادة عن الرواية بأحكام، ومحل الالتقاء بين الشهادة والرواية أن كل منهما يثبت أو يؤكد خبرا ويحكي حكما، ولذلك اشترط في الرواية ما يشترط في الشهادة. لكن يشير الإمام النووي رحمه الله إلى أن هناك فرقا بين الرواية والشهادة، فالرواية تحمل على العموم لأن الإنسان يبلغ فيها دينا وخبرا يعمل به الجميع، في حين أن الشهادة تحمل على الخصوص لأنها يستفيد منها جماعة وقوم خاصون. ولهذا افترقت الشهادة عن الرواية، واشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية. على سبيل المثال، الشهادة اشترط فيها التعدد، أي قضية تقوم على الشهادة لا بد أن يشهد فيها اثنان، بخلاف الرواية فإنه يقتصر فيها على الواحد. أيضا يشترط في الشهادة على سبيل المثال يشترط في الشهادة غير التعدد الذكورية، وإذا كان الشهداء نساء فلا بد أن يجتمع امرأتان مقابل رجل، في حين أن الرواية لا يشترط فيها الذكورية، حيث تروي المرأة الحديث ويقبل منها ولا يشترط أن يتعدد، يعني لا يشترط فيها التعدد. ويشترط في الشهادة الحرية، فلا تقبل شهادة العبد، وأما الرواية فلا يشترط فيها الحرية حيث تقبل شهادة العبد.
ويشترط في الشهادة البصر. عند كثير من أهل العلم يشترطون أن يكون الشاهد بصيرا يعني مبصرا، ولا يشترط في الرواية أن يكون الراوي مبصرا، بل تقبل رواية الأعمى. تتفق الشهادة والرواية في أن في الإسلام فلا تقبل رواية غير المسلم، ويشترط ولا تقبل شهادة غير المسلم، وتتفق الرواية والشهادة في البلوغ فلا تقبل رواية الصغير كما لا تقبل شهادة الصغير. ويشترط في الرواية والشهادة يعني يتفقان في العقل، فلا تقبل رواية المجنون كذلك لا تقبل شهادته. وهنا ينبغي أن يلفت النظر إلى أمر في الرواية يختلف عن الشهادة، وهو أن الرواية لها أمرين، لها حالين، حال تحمل وحال أداء، حال تحمل وحال أداء. فحال التحمل لا يشترط فيها شيء، يعني حيث يجوز لمن يتحمل الرواية أن يكون طفلا، لكنه لا يؤدي إلا إذا بلغ، وعليه يحمل سماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان صغيرا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عند أداء هذا الذي سمعوه لابد أن يكونوا على حال تكتمل فيها شخصياتهم بأن يكون بالغا. فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كل هذه لقنها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وكان إذ ذاك طفلا، عبد الله بن عباس وكان إذ ذاك طفلا. وهكذا محمود بن الربيع حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وكان ابن 5 سنين. وهكذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه لم يكن قد بلغ مبلغ الرجال إلا بعد غزوة أو في غزوة الأحزاب. وهو الذي يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن شجرة تشبه المؤمن، يقول: وقد خطر في بالي أنها النخلة إلا أني ما استطعت أن أقول لصغر سنه رضي الله تعالى عنه. فعلماء الحديث يفرقون بين التحمل والأداء، يقولون: لا يشترط في التحمل أي شرط، فالكافر يتحمل لكنه لا يؤدي إلا بعد الإسلام. وضربوا لذلك مثلا بقصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه مع هرقل يوم أن دعاه وسأله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إذ ذاك أبو سفيان على غير دين الإسلام، لكنه لما حدث به هذا الخبر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به كان بعد أن دخل في الإسلام، فقبل منه الخبر، فتحمله لم يلتفت إليه ولم يشترط فيه شرط، وإنما كان الشرط عند الأداء. وهكذا المجنون
قد يتحمل، يعني قد يسمع المجنون كلاما يعقله، لكنه لا نقبله منه إلا في حال العقل. وهكذا غير العدل قد يتحمل لكنه يشترط فيه العدالة عند إيه؟ عند التحمل. فهذه شروط تفارق الشهادة، الرواية فيها تفارق الشهادة. أما الفروق الأخرى التي تفارق فيها الشهادة العداء الرواية، مثلا رواية الفرع، إذا وجد الأصل في الشهادة لا يلتفت إلى شهادة الفرع، أما في الرواية فيجوز أن تقبل الرواية من الفرع مع وجود الأصل، وهذا الذي يسميه أهل العلم بالنزول في الرواية. كذلك الشهادة لا تجوز للأقارب، للوالدين أو للأولاد، لأن مظنة التهمة فيها، بخلاف الرواية فإن التلميذ أو فإن الراوي يروي عن أبيه وعن جده وعن أقربائه دون أن يحضر، يعني أن يكون في ذلك محظور. هذا ما أراد الإمام مسلم رحمه الله الإشارة إليه من حيث الفرق بين الشهادة وبين الرواية. نعم نعم نعم، لأنه هذا هو الغرض، أنه الأصل أن الشهادة تكون للرجال، فإن لم يوجد الرجال يشهد النساء، لكن كما قال القرآن فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني فالمرأتان تحل محل الرجل الواحد، فإن لم يوجد رجال فيشهد في ذلك النساء عن كل رجل اثنين، لأن القرآن بيّن الحكمة والعلة فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن النساء من شانهن أن ينسين يعني ما يجري، فلذلك اشترط الاحتياط في ذلك. كنا وقمنا في درس البارحة عند الكلام على مسألة أن بعض المحدثين نصب نفسه محدثا لكنه لم يلتزم بمنهج أهل الحديث من الاقتصار في الرواية على ما صح وطرح ما لم يصح، وهذا الذي ذكره الإمام مسلم أنه منهج المحدثين استدل به على صنيع بعض أهل العلم، بعض الأئمة من المحدثين، من أمثال مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وكنا قد وقفنا في التعريف بعبد الرحمن أو بسفيان بن عيينة، وقلنا هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، وهذه كلها أوصاف في وتعد من أعلى مراتب التعديل، إلا أنه تغير يعني في آخر عمره تغير حفظه بأخرة. وهنا ينبغي أن ينبه إلى أن بعض الرواة يقال فيه تغير، وبعض الرواة يقال فيه اختلط، ولا شك أن الاختلاط أصعب وأشد وأسوأ من التغير، فإن التغير قد يكون بشيء من سوء الحفظ، يعتري الإنسان بسبب كبر سنه، أما الاختلاط فقد يكون في الحفظ وقد يكون في الكتاب.
يكون في الحفظ ويكون في الكتاب، والتغير قد يستدرك. وكثير من أهل الحديث كانوا إذا أسنوا وأحسوا بالتغير كانوا يمتنعون عن التحديث، لا يحدثون، وإذا جاءهم طلاب يريدون أن يسمعوا منهم يعتذرون عن السماع لأنهم لا يضبطون ما حفظوا. فالتغير أخف وطأة من الاختلاط. وإن كان من ألف في مسائل الاختلاط أو في الرواة المختلطين لم يفرق بين من تغير وبين من من اختلط، إلا أن النقاد أمثال الحافظ ابن حجر رحمه الله والإمام الذهبي وغيرهم يعني كانت عبارتهم دقيقة، يفرقون بين من تغير وبين من اختلط. قال: وكان يدلس لكن عن الثقات، يعني أن الإمام سفيان بن عيينة أثر عنه أنه روى عن بعض شيوخه ما لم يسمع منه، ورواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه يعني مباشرة يسمى تدليسا إذا رواه عنه مباشرة، خاصة إذا استخدم صيغة توهم السماع، إذا استخدم صيغة توهم السماع فهذا الذي يسمى بالتدليس. وقد عرفنا فيما مضى أن التدليس ليس عيبا وليس محل قدح، وإنما هو يعني عدم وضوح في الرواية، عدم وضوح في الرواية، وأهل العلم احتاطوا فلم يقبلوا ممن جرى منه تدليس إلا فيما صرح فيه بالسماع. قال: توفي سنة 98 و100، وهو من رؤوس الطبقة الثامنة، يعني طبقة صغار أتباع التابعين. وأما يحيى بن سعيد القطان فقد ذكره الحافظ ابن حجر بقوله يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال: ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة، يعني من كبار الطبقة التاسعة في طبقة الإمام الشافعي رحمه الله. توفي سنة 98 و100. ونلاحظ أنه هو وسفيان بن عيينة توفي في عام واحد، لكنه في التصنيف جعله أصغر من سفيان بن عيينة. والسبب في هذا الحكم وفي هذا التصنيف يعني من حيث الطبقات إنما هو باعتبار الرواية، فمن روى عن الكبار من الطبقة السابقة له يعتبر في طبقته متقدما عمن لم يدرك ذلك. يقول: أخرج له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. وأما عبد الرحمن بن مهدي فهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان.